أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في قصة أيوب عليه السلام، بل كل يوم نختم في القصة في سورة صاد. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فسرنا: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فسرنا: وآتيناه أهله ووهبنا له. آتيناه موجود في سورة الأنبياء. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فسرنا إن شاء الله. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قلنا إنه لم يصح ما يذكر من قصة زوجة أيوب، لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في هذه المسألة. ولكن يبدو لأنه القصة قصة إنه أيوب عليه السلام أقسم إنه يضرب زوجته 100 ضربة، يعني عصا شيك. طيب، هو ثبت عن الرسول هالكلام؟ ثم اختلفوا ليش بده يضربها، شو عملت هي؟ أقوال إنه ليش بده يضربها. قلنا والعجيب إنه بني على هذا خلافات فقهية، خلافات فقهية، إنه هاي في حيلة هون، 100 نجمع 100 عصا نضرب فيها مرة واحدة خلاص، بس بشرط إنه العصي 100 يكون إيش؟ كلها تمس. طيب، وهذا من وين يعني جبناه نحن؟ من وين؟ إلى درجة إنه نجد فقهاء يقولوا لا لا لا، هذا خصوصية لأيوب، خصوصية لأيوب عليه السلام، ليش هي ثبتت المسألة في قضية الزوجة؟ وإيش هالصابر هذا اللي بده يكون حالف يضرب زوجته 100 عصا؟ 100 عصا هذا حد إيش يعني؟ ومش بس هيك، وفي بعض العلماء قال هذا دليل على إنه يجوز ضرب الزوجة كمان، يعني هو في حديث في الموضوع ضرب الزوجة. ومش بس هيك، وفي ناس قالوا هذا أصل من الأصول في الدين في موضوع الحيل، كيف أنه أحيانا نخرج، كيف هنا أقسم أنه يضرب 100، فكيف خرجت؟ نجمع هالعصي، أصل من الأصول بدون ما يكون في دليل شرعي انه في مرة من اصله وفي قصة وتفاصيل. من وين يعني؟ من وين يعني؟ طيب ما هو على فكرة فعلا هو اسهل شيء في التفسير ان تقول هذه القصة خلاص بتركب. هو ليش مسكوا فيها؟ لانه خلاص بتحل لك الاشكال، تحل لك الاشكال ان القصه. ولذلك على فكره حتى لو بدنا نحل الاشكال الان، احنا نحاول نشوف شو في احتمالات اخرى للمعنى، مش راح يزبط معنا كثير. ليش؟ لانه شو راسخ في الاذهان؟ مرته قصت جدايلها كمان، وباعته جبت الطعام قصت جدايلها، وغضب عليها لانها قصت جدايلها برضو. طب من المره يعني بدها ناكل يعني ما تقول
آه كمان قصد جدائلها. إذن يجوز قصد جدائل وبيعها برضو برضو يجوز. آه لا لا لا. ولذلك دائما الأصل إنه إذا يا إما في دليل صح نص من قرآن أو سنة أو ما صحش. أما من عندنا يعني إذا من عندنا بكون يعني محاولة تصورات بسموها سيناريو شو ممكن يكون ماشي يقولوا ممكن يكون هيك يعني ولا ممكن يكون ولا ممكن يكون آه إذا في إطار شو ممكن يكون وراء هذا الموضوع كان ممتاز. إذا خلينا ننسى موضوع المرأة عفوا وقضية إنها بدها تضرب وما تضربش مش وارد هذا أصلا وخلصنا خلصنا من الموضوع تمام. طيب لكن في قصة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم برضو مشان نخرج من الموضوع تمام. رجل مريض يعني شو معنات مريض يعني لا يستطيع أن يغادر الفراش. دخلت عليه جارية المهم زنى يعني زي ما ورد في الحديث لو حملوه بتفسخ بين ايديهم لانه جلد على عظمه. بس يا سبحان الله يا سبحان الله. فالرجل يبدو ندم على الموضوع هو وقال لهم اسألوا لي الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح انه الزلمه مش كاين متزوج يعني. فقالوا اسألوا لي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى هكذا تقول بلفظي انا عمرنا ما شفنا مريض زيه لو حملناه بتفسخ عظامه. شوفوا لو بدهم يحملوه يجيبوه محمول بجوز شو يصير فيه. عمرنا ما شفنا مريض يعني نازل فيه المرض مثل هذا الرجل بحيث لو حملناه جلد على عظمه كيف بدهم يعملوا خالص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يجيبوا 100 شمراخ يعني هذا في النخل هذا بشيك 100 ويضربوا فيها ضربة يعني. هذه واردة علاقة. الآن احنا هناك الزوجة قلنا ما لهاش وجود أصلا في الموضوع وبده يضربها وحلف عليها والتفاصيل كله خلصنا من هذيك. نيجي لهاي لأنهم بصيروا يربطوا هاي بهذيك. هذا زنا هذا زنا. وحدد زنا معروف ولا مش معروف؟ معروف 100 جلدة. ولكن لما بيوصل الأمر إنه هذا ضرب ضربتين بموت يعني ما هو حد الزاني قديش 100 جلدة. وال100 جلدة يشترط أن لا تكسر عظم ولا تجرح لحم. تؤلم يجوز ضربه بأداة تجرح؟ لا يجوز. يجوز ضربه بقوة بنجرح لحمه؟ لا يجوز. مش هيك قلنا لا يكسر عظم الضرب بده يكون ولا يجرح لحم معناته يؤلمه بس. طب هذا بيموت هذا بده يموت لو حملناه بتفسخ نضربه ايش؟ وكأنه رحمة فيه فقط. المسألة هذه مش حيلة شرعية. هاي هذا رجل لا يقام عليه الحد اللي ممكن يهلكه لأنه أصلا بالحد الحد الزاني غير المحصن معروف شو هو جلد لا يهلك. وهذا إذا ضربناه بهلك إيش فائدة العقوبة الآن؟ إيش فائدة العقوبة في مع هذا؟ لا والله ما أحسن هجيبوا يضربوا 10 عصي إلا هو مخارق الحياة. يبدو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قال لهم اجمعوا له ويعني ضربة خفيفة هذا رحمة فيه. كيف زي قضية الرجل اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له هلكت يا رسول الله شو أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. إذا بيعرف إنه في رمضان إيش لا يجوز. طيب صوم وقال هو أنا يعني حصل معايا اللي حصل لنا من الصيام
اما هو بصوم ديروا بالكم ها، وهذا بدل على انه تخيير، مش زي ما بقولوا انه كفارة الجماع لازم تكون الاولى ثم الثانية، لا لا ما فيش فيها. الرجل بصوم رمضان ومع ذلك قبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا أيه هو اللي صار معي غير من الصيام. طيب اطعم قديش بده يطعم؟ 60. ما فيش افقر منه في المدينة كلها، ما فيش افقر في المدينة منه في المدينة كلها، كيف بده يطعم 60 هذا وهو مش قادر يأكل، هو مسكين هو. ها الرسول صلى الله عليه وسلم دخل، شوفها، فلا بد من الاطعام في النهاية، دخل وجاب له الكمية من التمر اللي ممكن ايش تطعم 60، وقال له يعني انه يتصدق فيه، قال له على افكر مني يتصدق على افكر منه. شوفوا كيف الان الفقه، ايوة اطعمه اهلك، لانه المسألة مسألة هي شكليات ولا جوهر؟ طب ما هذا افكر واحد هذا، واهله مش لاقين يأكلوا كمان، يروح يعطي الناس بشكل. طيب ماشي، وهذا بده يموت، هذه ما لها علاقة بالحيال، هذا اصلا لا يقام عليه الحد، هذا لا يقام عليه الحد. طب ولا ايش هاي؟ ايش هاي رحمة فيه؟ كأنه يا زي قضية لما اجى بده يموت ابو طالب، بس لو قال، لو يقول اشهد ان لا اله الا الله مشان يوم القيامة يجادل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يجادل عنه الرسول، رحمة، هاي رحمة، هاي رحمة ما لها علاقة بالحيل، نحتارنا احنا اكلكم، واللي بيكون زيه يعني بده يتفسخ ماشي، كيف بدنا نقيس عليه غيره؟ كيف بدنا نقيس عليه غيره؟ خلصنا من هذا الحديث حتى ما يدخلون ناشية في الموضوع. وخذ بيدك ضغثا، اول شيء الضغث، ايش هو الضغث؟ قالوا اضغاث احلام، هاي وردت في القرآن، قالوا اضغاث احلام، وردت مرتين في القرآن اضغاث احلام. الكفار وصفوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بانها اضغاث احلام، وهون في قضية الملك لما رأى شو قالوا؟ اضغاث احلام. بتكتشف في النهاية ايش الاضغاث، ايش الضغث. لاحظوا فيه مسألتين، المسألة الأولى جمع، والمسألة الثانية فيها تنويع، أو أدق من هذا الكلام اختلاط، والاختلاط ما بيكونش إلا إيش؟ جمع، مش هيك؟ كيف بتختلط الأشياء؟ هلقيت إيش الأضغاث أحلام؟ أضغاث الأحلام إذا بتلاحظوا بيرى أمور كثيرة غير منطقية وفيش بينها رابط، ما بتلاحظوا؟ بشوف حاله كذا، بشوف حاله مثلا عم ماشي في شارع، ما بشوف حاله إلا بيسبح في بحر، ما بشوف حاله إلا يعني في أمور مختلطة متداخلة ملتبسة. نفسر لك إياها كيف؟ إذا أضغاث أحلام، إذا أمور مختلطة تجتمع بعضها مع بعض، والاجتماع يؤدي إلى التباس بشكل، كيف نفسرها هاي؟ قالوا أضغاث أحلام، خلاص حولوها فورا، هي رؤية صادقة، كانت رؤية الملك، هم الآن هم بيعرفوا شو فسروها، قالوا أضغاث أحلام. إيش أضغاث؟ لأنه قلنا فيها اختلاط الأشياء المختلطة المجتمعة، هذا الضغث، اجتماع واختلاط، الضغث في يعني بعضهم حاول يقول الضغث هو يعني زي ما تقول تأخذ قبضة من النبتة الفلانية، أو يعني في اجتماع، كيف الباقة مثلا، كيف الباقة نجمعها مع بعضها بتكون ضغث، هو حقيقة اجتماع مع اختلاط. طيب هذا الضغث، خلصنا من الضغث، بعدين على اساس نرد نرجع للآية، خلصنا من الضغث. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، تحنث
حنث حنثا، حنث حنثا. احنا الان نتصور انه حنث هنا بمعنى انه هو ما وفاش بيمينه، ما وفاش بيمينه، في حين هو المعنى اوسع من هذا الكلام. حنث حنثا اوسع من قضية اليمين. هو مسألتين، حنث اذا حنث حنثا. واذا بتذكروا مرة تحدثنا في حنف حنفا، حنف حنف هو دائما ميال للحق، الحنيف حنف حنفا، الحنيف دائما ميال لايش؟ للحق. وقلنا مش الحنيف هو المائل من الباطل الى الحق، لا، هو اللي دائما مايل مع الحق، مش هيك؟ مش بكون في باطل بميل لحق. واللي بيحنث يميل الى الباطل، هاي من معانيها. هذا الحنف، الحنف دائما وين هو؟ ميال للحق، ميال للحق. وحنث حنثا مال الى الباطل، من ضمن الباطل انه مثلا نفرض في يمين، في يمين وما بيوفيهوش. طب هذه قضية اليمين ممكن تستشكل علينا الآية التالية، معناته لو بدنا نوقف عند يمين اللي هو وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إذا بدنا نقول كانوا يصرون على الميل العظيم نحو الباطل، المعنى تمام بشكل هاي معنى صحيح. إنه لحظة، كانوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني كانوا إذن يميلون ميلا عظيما في اتجاه إيش؟ الباطل، ويصرون على الطريقة هاي. يعني كيف لما نقول فلان عوج؟ هذول عوج، وعوجهم إيش؟ عظيم، في اتجاه، وإحنا ما نقولش عوج أصلا إلا لما يكون في اتجاه إيش؟ الغلط، أعوج. كانوا يصرون على الحنث، هاي مقبول انه يكون تفسير. وايضا هو شهو الحنث الحقيقة، لاحظوا عدم الوفاء بالتعهدات، عدم الوفاء بالتعهدات. ولذلك اليمين تعهد ولا مش تعهد؟ ممتاز. والنذر تعهد ولا مش تعهد؟ اللي ما بوفيش بنذره بيحنث ولا بيحنثش؟ واللي بوفيش مع الله في عهده مع الله بيكون حنث ولا بيكونش؟ وانو اعظم واحد فيهن من اللي ذكرناها؟ اذا برضو ممكن يكون المقصود كانوا يصرون على الحنث العظيم ايش؟ مخالفتهم لعهود الله، لانه هذا اضخم اشي طالما وصف انه عظيم. مع البشر ماشي يعني هو ذنب، بس مع الله اللي غرس الله سبحانه وتعالى فينا، في لاحظوا في فطرتنا انه نعرفه. ليش يعني نعرفه؟ يعني نعرف انه في خالق، مش التفاصيل الان، نعرف انه في خالق غارسها في الفطرة، في الفطرة. هذا التفصيل سبق انه تحدثنا شوي في الموضوع. فكانوا يصرون على الحنث، ممكن من ضمنها ايش يعني؟ اذا هم يصرون على إخلاف عهدهم مع الله، مع الله. فبشكل عام الآن خلينا هون في الآية هاي، هو المقصود على ما يبدو معنى الحنث اللي هو مخالفة التعهد. شو ممكن يكون التعهد؟ مرات أنت لا بتنذر ولا بتحلف، تتعهد. طب واللي بيعمل، وفي ناس بعهدوا الله كمان بدون ما يحلفوا، نعهدك يا رب. أنو بالكم اللي بيخلف في اليمين أشد ولا اللي بيخلف العهد مع الله؟
ما حلفش يمين أيوه، قال بعهدك يا رب وحنث، هذه أعظم، وما حلفش. إذا معناته شو الحنث؟ مخالفة التعهد. كيف ممكن أتعهد أنا؟ في أساليب، يمين، نذر، معاهدة، وعد بعطيه قاطع، بشكل، هاي كله تعهدات مخالفتها. طب ايش على فكرة لما بيقولوا انه بلغ الغلام الحنث؟ مش هيك بنقول ولا هاي زمان بطلوا يقولوها الناس، بعدوا عن الفصحى. ايش يعني بلغ الغلام الحنث؟ يعني بلغ بحيث يؤاخذ الان على ما يفعل. مش الطفل بيكون غير مؤاخذ لما بيبلغ درجة التكليف فيصبح يؤاخذ على الذنب، منقول ايش؟ بلغ الحنث. هي معناته موضوع الميل الى الباطل، يعني بلغ السن اللي احنا بناخذه فيها اذا فعل ذنب، اذا فعل ذنب. طيب هذول الان موضوع ضغط فهمناها، اذا هي اختلاط مع جمع، اختلاط مع جمع، وقصدنا مرات بالاشياء اللي ايش مختلاط، قصدنا باختلاط لانه ممكن يلتبس علينا انه طيب انت بتقول اختلاط ما هو نفسه جمع لما يختلط. لا، بيكون احيانا الامور مثلا ماخذ انت من هون شوي من هون شوي من اشياء مختلفة بتجمعها تجمعها، صار معنى. طيب الان طالما نسينا موضوع اللي بيقولوا عنه ضرب المرأة والتفاصيل هذا وما فيش أصلا عليه دليل وخلصنا، ولا يجوز أصلا الترتيب عليه ولا حكم شرعي، ويصير سع بعضهم شو قال على فكرة لما قلنا لهم طيب هو أيوب عليه السلام إذا حالف طب يكفر عن يمينه، ليش لا يجيب الميت عصا يكفر عن يمينه؟ هو مش ممكن من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها مشي فليكفر عن يمينه ويأتي التي هي خير. طب ليش ما كفر عن يمينه صيام ثلاثة أيام مثلا؟ قالوا ما كانش في شريعتهم كفارات. يعني عرفتوا انه ما كانش في كفارات كمان؟ هاي مكتوبة، هاي مكتوبة كمان انه ما كانش في كفارات. قالوها على فكرة وهم يردوا على بعض انه ما كانش في كفارات، يعني عارفين انه ما كانش في كفارات. طب انا بوريكم انه كان في كفارات في زمن ايوب، في زمن ايوب كان في كفارات. طب ليش ما يكفر؟ ليش يجيب العصي؟ لا بكفر عن يميني وخلاص. والتكفير عن اليمين عبادة اصلا، ايش استفدنا احنا من العصي؟ طب ما نطعم مساكين افضل لنا من العصي. هاي ما هي هاي الكفارات لصالح مين؟ لصالح الفقراء الكفارات. طب كان في كفارات ايامهم، ايام ايوب عليه السلام؟ اذا بدنا ناخذ الحديث الذي صححه بعض العلماء وهو اصح ما ورد في موضوع ايوب، او ثانيا يعني في اصح منه حديث انا ما ذكرتوش وديش اذكره، ماشي. هذا صحيح عند بعض العلماء اللي راح اذكره الان جزء منه، يدل على انه كان في كفارات في زمن ايوب. طب ليش ما كفر؟ فمنين جبنا قصة العصي؟ طب نشوف. اثنان من اصحاب ايوب عليه السلام بحدثوا بعضهم، خليها بلغتي الان، بحدثوا بعضهم انه 18 سنة 18 سنة وهو مبتلى، والله سبحانه وتعالى بفرجش يعني عنه، بفرجش عنه. شو هالذنب اللي مرتكبه ايوب؟ عم بيحكوا مع بعض. شو هالذنب اللي ايش؟ مرتكبه ايوب تنه 18 سنة، زي ما بيحصل مع الناس اليوم، بشوفوه مبتلى كن قال لك هذا ابصر شو عامل. نفس الشيء حصلت مع الاصدقاء اثنين، هذا في حديث صححه بعض العلماء اهل الحديث، وممكن تقول صحيح مش قضية، ماشي. انه لو كان هذا ابصر شو عامل، بس كنهم ما عرفوش يخبوا عليه، قالوا له هيك قلنا لأيوب عليه السلام.
قالهم لا أدري ما تقولون، يعني الشيء اللي بتقولوا عنه أنا بدريهوش، هاي واحد لا أدري ما تقولون، لكن الله بيعلم. لحظة، إنه إيش؟ إنه كان يمر على الرجل، أمر بالرجلين، لحظة هذا عبارته الآن عليه السلام، أمر بالرجلين يتنازعان، في بينهم تنازع، فيذكران الله. كيف بذكروه؟ طبعا والله لو هذيك بجوز بقول له والله بتشوف، والله ما عملت، والله ما حصل تفاصيل، مش هيك؟ أمر بالرجلين، يعني بقول لهم أنا اللي بتقولوا عنه هذا الذنب اللي بده 18 سنة ما أدري، يعني لا أدري ما تقولون. لكن الله بيعلم إني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. هو كفر عن الناس، الاثنين بتنازعوا يذكروا الله، يروح يكفر عنهم كراهية أن يذكر الله إلا في حق. تمام؟ هيو في تكفير. أنتوا نسيتوا جزء، عجبتكم القصة ونسيتوا الموضوع اللي جبناه. احنا جبنا الموضوع، هاي في تكفير، هاي كان ايوب عليه السلام يرجع ويكفر. طب كان كفر عن اليمين، اذا الموضوع مش موضوع العصي اللي تنضرب فيها المرأة. واصلا لغة الادق انه نقول لو كان فعلا موضوع المرأة والعصي تبعون المرأة كان لاحظ، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به لا تحنث، خلاص اذا ضربت تحنثش، اما هون فاضرب به ولا تحنث، فاضرب به ولا تحنث. اما لو كان المقصود لما بتضرب خلاص بتكون وفيت بيمينك، كان ممكن يكون بدون الواو، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به لا تحنث، خلاص مشي. طيب، طب شو ممكن يكون شو ممكن يكون إذن المطلوب؟ إيش القصة معناته؟ اللي بدي أتكلمه إن شاء الله هو مش معناته الخيار الوحيد اللي نفكر فيه إنه ممكن يكون الاحتمالات في النص نفسه المقصود فيه، اللي بدي أذكره إن شاء الله هذا مش معناته إنه هو اللي حصل. طيب، بعد ما عرفنا إذن إن شاء الله ضغث، إذن هو في لحظة فيه تجميع وخلط، معناته في أكثر من إشي بحيث. طيب، اثنين عرفنا إيش تحنث، يعني تخالف إيش عهودك، ما تعهدت به وفيه. شو صور التعهد؟ صور التعهد كثيرة. طب واحد أخذ من واحد ديني وقال له شوف يعني بعد أسبوع إن شاء الله بوصل لك، هذا تعهد ضروري يحلف، هذا التعهد. ما هو أصلا مرات الناس اللي عندهم شهامة ووفاء ورجولة وتفاصيل بلزمش يحلف، خلاص قلت مني قلت خلاص ايش احلف يعني. هذه مرات احلف عند بعض الناس كله احلف، هذه إهانة، ايش احلف مني قلت. طيب، قلنا انه مصيبته عليه السلام كانت اولا جسد، اهل تحدثنا فيهن، مال، جسد اهل مال، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، هاي قضية الجسد خلصنا، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، هاي موضوع الاهل انحلت، ضايل يعني المال، ضايل المال، معناته الثالثة ممكن تكون المال، موضوع المال بشيك. طيب ليش ما جاء، خلينا نفترض انه هذه الآية تيجي ثانيا مش ثالثا، يعني مثلا هيك لاحظ، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب بشيك،
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وبعدين وهبنا له أهله. كان وقتها بنتصور انه الضرب هذا له علاقة بموضوع جسده. الضرب هذا له علاقة بموضوع جسده. بس لما يفصل بينهن ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، معناته الموضوع هذا اللي له علاقة بالجسد هذا مغتسل بارد وشراب، هذا اللي له علاقة بالجسد. اثنين، هاي أهله. وإلا لو كان خذ بيدك ضغثا له علاقة انه يتناول بعض الشغلات، مثلا بعض الأعشاب وكيف يضرب فيها، وهي التفصيلات اللي ممكن بعض الناس يجي يقول لك مثلا ممكن لو ضرب فيها وطلعت بعض المواد وبعدين يدلك فيها وتفاصيل، هذه بس بيبعد كل هاي التصورات. انه كان الحديث عن الماء البارد بعدين عن الاهل بعدين، وخذ بيدك ضغثا. المال الثالثة لها علاقة بالمال حتما، الكلام اللي بدي اقوله حتما. لا طيب، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. شو معناها هون يضربون في الأرض؟ أيوة، بيسعوا في شغلهم. كمان مرة، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إيش يضربون في الأرض؟ بيسعوا، بيسعوا في الرزق. طيب لاحظوا، طبعا وردت في القرآن أكثر من مرة بهذه بمعنى السعي في ال، هناك ضربتم في القتال، ضربتم في سبيل الله فتبينوا. السياق بدل انه في موضوع القتال، ولكن اذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، شيك في السفر يعني. طب وشو والإنسان اللي شركة المضاربة اللي بنعرفها، إيش يعني شركة المضاربة؟ وليش سميت أصلا شركة مضاربة؟ لأنه واحد بيقدم المال والثاني بيقدم الجهد اللي بده يروح ويجي في المال ويتاجر فيه ومن هون ومن هون. شو سموه؟ مضارب. طب ليش سموه مضارب؟ لأنه يضرب في الأرض، لأنه يضرب في الأرض. شو يعني يضرب في الأرض؟ روح بدور على الرزق. طيب، شرب من الماء واغتسل، رجع له أهله. وفي كل مرة، وفي المرة الأولى لاحظوا لازم يبذل جهده، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. طيب لاحظوا، وخذ بيدك ضغثا، من الاحتمالات لاحظوا، شوف لك حمل، حمل ايش؟ خليني اعطيكم تصور. واحد في القديم ما عندوش راس مال، في القديم على فكرة البر كان في اشياء كثيرة ممكن تجمعها انت وتمشي فيها وتبيعها. مثلا بتروح بتلقط ميرمية، فيه ولا ما فيش؟ بتلقط سلك، زعتر، خلينا لا بالخفيف لقيت. ايش في اشياء زمان كانت الناس، ما عندكش راس مال؟ ما عندكش راس مال؟ طب الميرمية مالية الجبال، الزعتر المية، الخبيزة، السلك، الا اجمع لك هيك مجموعة من التشكيلة يعني. لأن التجارة بشيء واحد مرات ممكن ما يزبطش. انت لما تحمل على حمار وتروح على قرية، اذا ما كنتش مشكل، اذا ما كنتش مشكل تزبطش التجارة. افضل تجارة تشكل، مش هيك؟ كل شيء بشكل. مليح، خذ لك حمل، وبده يجمعه بايش؟ بايده. خذ لك حمل واضرب به. شو يعني اضرب به؟ روح، لانه قد خلصنا، مش كان فقير هو؟ قلنا الاولى جسده ويشرب مية واغتسل، الثانية اهله، الثالثة طب المال بدنا نشوف. شوف المال، تحرك، روح اجمع، اجمع من هون من هون، لملم، خذ لك حمل ضغط. ها، ما هو الحمل شو راح يكون؟ ضغط. شو يعني ضغط؟ نوع فيه. ايش يعني؟
مش بكره تقولوا الاستاذ كارل جمع خبازه، انا عم بعطي مثال مشان نشوف انه ممكن يكون هيك. فمعناته فهالخرج اللي كله لقطه بايديه وخذ بيدك، ها كله لقطه بايديه خبازه وسلك وكذا اضرب به ولا تحنث. طب ايش بنستفيد ولا تحنث؟ اذا فهمنا الان شو ممكن يكون واضرب به، لانه هلكت مش بنقول يتاجر او يسعى بالتجارة، الباء نستخدمها كمان احنا، يسعى بالتجارة اضرب به، يعني روح على الارض، روح في الارض واضرب بيعه هالاشي اللي ايش اللي اخذته ضغط الحمل. واحنا على فكرة مرات الحمل نعتبره مفرد احنا، مع انه ممكن يكون الحمل منوع، حمل بعير ولمن جاء به حمل، حمل مفرد. خذ بيدك الضغط، واحد هو بس هذا الحمل واحد بس ايش ملون اشكال، واضرب به. هي بداية شوفها، ولا تحنث، لانه متوقع، متوقع اذا الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ليش راهنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش راهنها؟ مشان شو؟ لانه كان يمر عليهم فترات فقر في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل مبلغ، مشان إذا ما ارتدش المبلغ يروح الدرع. الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بالكم يعني بالكم أيوب عليه السلام في أزمته هاي لا قادر يتحرك مثلا، ممكن يكون ما عندوش قدرة على الكسب فرضا، أهله إلى آخره، ممكن يكون وقع فرضه في ضائقة مادية وديون والتزامات، ولا ما ممكن؟ مش ممكن في مانع يكون وقع في التزامات، ولا لا يكون الانبياء بالدايه نوش، ولا الرسول ليش اذا؟ وهذا والرجل اللي جاء ومسك بالرسول صلى الله عليه وسلم، ها وكان جاف وطالب بحقه، بطالب بايش كان الرجل ذاك؟ اذا بيمنع يكون ايوب عليه السلام، خصوصا اذا في عنده من ينفق عليهم كزوجه مثلا او غيره، ها غير الاهل اللي ضاعوا، ها ممكن الدائن كمان، وممكن عنده التزامات، عنده التزامات، شيل الالتزامات هاي، وممكن ناذر الى الله يا رب لو انا يكون عندي. كثير منكم بفكر على فكره، لو عندك شو بتعمل؟ بحاول ما تفكروش على فكره، هذا من علامات الصلاح، من علامات الصلاح انه لو عندك شو بتعمل. في ناس لو عنده كان بيصير يخطط كيف بده يتسلط على رقاب البشر، هذا بيكشف عن نفسيته. في واحد بفكر لو عندي كان بجوز بده يحل مشاكل البشريه، محترم هذا، بس مرات لما يصير عنده ببطل ببطل. في تعهدات مع الله ممكن على فكره يهرب، لو يعطيني لا طيب هاي تعهد، بجوز نذور نذر، مش هيك؟ التزامات مع الناس متداين، ها فاضرب به ووفي التزاماتك. لانه كثير من الناس على فكره اليوم اصعب ما يمكن، ودير بالك كيف بدنا نعرفه صابر كمان، هاي الان محك كثير من البشر اليوم، بقول لك لو معاي والله كان سديته الدينات، لما يصير معاه بيعزن عليه ايش يعطيه؟ طب ما هذولك الدين خلص نسيناه بس هدول بين الايدين صارن، هو بجوز كان يتخيل انه لو معاي كان سديت، لما يصير معاه شو بصير؟ ولذلك وكأنه بقول له اول شيء التزاماتك، التزاماتك، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. ايش ولا تحنث؟ تذكير في ايش؟ شو كنت ناذر يا ايوب عليه السلام؟ شو كنت الناس اللي لها عليك الحقوق، اللي في ناس مقصر بحقوقها ممكن لانه ما كانش معك، هالتفاصيل هاي كلها بتحمل، لانه شو قلنا؟ الحنث مخالفة التعهد، مش الحنث بس موضوع اليمين، اي تعهد، اي تعهد نخلف فيه هذا حنث، حنث. اذا وخذ بيدك ضغثا، حمل، خذ لك حمل، ما هو بيروح بحش بايده،
بيده واضرب به. ايش اضرب به؟ قلنا ولا تحنث. طب ليش ما قال له؟ ممكن يقول مثلا بعض الناس يعترضوا، فاضرب به وفي التزاماتك، فاضرب به وفي بالتزاماتك. لانه دير بالكم في النهي، النهي بالذات، لقيت عندك انت انسان امام امرين، نفرض قضية عقلية بس، نفترض يا بده يرتكب الحرام، اذا بدوش يرتكب الحرام معناته راح يضيع الفريضة. صار امام امرين، اذا لاحظوها، اذا بديش ارتكب الحرام معناته شو؟ ضيعت الفريضة. اذا بديش ارتكب الحرام ضيعت الفريضة، على اني نط منهن؟ ما ترتكبش الحرام ولو ضاعت الفريضة. اذا كيف؟ مثلا واحد بده يرشي مشان يحج، هاي بدها تفصيل. اذا لما يتعارضوا اثنين، يا حرام يا فرض واحد منه، لا مناش الحرام، اصلا الحرام يمنع الهدم. ايوه هات يا شيخ هات. ايوه يعني ما نهيتكم عنه فانتهوا، ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، بغض النظر اني مقدمه في الحديث. بس هون لا، هذا اللي قلنا الان هذا ادق. اذا الاولى يعني اذا انتم لما بنهاكم تنتهوا، لما بامركم تاتوا ما استطعتم. وقلنا انه المحرمات تمنع الهدم، الهدم، والفروض تبني. لا يا اخوي احنا بدناش نهدم اول بعدين بنبني، تمام؟ ولذلك لما تيجي الصيغة بهذا الشكل، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اقوى من وفي التزاماتك. ممكن يفهموها الناس وفي التزاماتك يعني شوف حالك، دبر حالك وفي التزاماتك، ما يفهمش منها التجديد. طبعا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا إيش؟ ولا تتبع الهوى، مش هيك؟ مش معناته هو اصلا، ما هو الدين كيف بربينا؟ عن طريق امر ونهي، امر ونهي. مش معناته اذا نهاني لاني انا يا دوب اخرى شوي بدي افعل، لا، لازم يبين لي عن ايش بدي انتهي، ايش اللي بيهدم وايش اللي بيبني. بده يقول لي الخمر بيهدم، الصيام بيبني، لازم يقول لي هيك. لما قالهم تشربوش الخمر، هو المخاطب في بس المسلمين، من الرسول اولا كمان، مش هيك؟ بس انتبهنا ايش اذا قلنا هيك، فاضرب به ولا تحنث. ليش ما يكون وفي التزاماتك؟ وفي التزاماتك مش بقوه ولا تحنث. شو يعني تحنث؟ ما تخلفش. معناته ممكن وصلتنا رساله انه كاين عنده تعهدات، والناس على فكرة اللي لما الله بيفرجها عليه أول ما بيفكر في الناس والتزاماته، هذا هو مش بيصير يقول لك بعدين ملحقة، لا مش بعدين ومش ملحقة، الآن. ولا تحنث يعني بذكره بإيش؟ بالتزاماته، تذكروا بالتزاماته. هذا مثلا احتمال من ضمن احتمالات. ليش نروح للمرأة ونضربها احنا؟ تمام؟ كان في حدا هون موضوع ايش؟ قتال؟
لا لا يعني بالنسبة لأيوب ولا اللي استشهد فيه اضرب. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هاي القتال. لا لا انتبهت عليه هاي. إذن إيش يبتغون من فضل الله؟ ما لهاش علاقة بالقتال. وآخرون يقاتل. هذا سؤالك؟ ولا تحنث. لا 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 هو الواحد على فكرة هو الواحد لما بدور يقاتل بأخذ معه ضغط ولا بأخذ سيف؟ فبدو يأخذ شيء مشكل هو مشكل. ها لكن هون في قاعدة تجارية كويسة على فكرة يتبهوا إلها الناس. أيوة قضية التنمية. صوتك لا أنت بتعيد. طيب قاعدة تجارية تنويع في الأشياء تضمن عدم الخسارة وإقبال الزبائن بمختلف ميول وإلى آخره. أيوة هو بيقول إنه ممكن قاعدة في التجارة إنك إذا نوعت أنت في البضاعة هذا بيجعل الخسارة بعيدة شوي بشك لأنه الناس أشكال وألوان وحاجاتها مختلفة. ها اللهم صل على سيدنا محمد. طب شوي بالله اللي حابب يغادر اللي بحابب يغادر تفضل. ها يا شيخ اللهم صل على سيدنا محمد. يعني كثر بضاعتك او كذا بس بدنا التنويع الان. ايوه هو التنويع بلا شك هو تنويع مهم جدا في الموضوع. اركض المغتسل كان جاهز ولا لما ضرب في جهوه؟ لا هو ممكن انه لما ضرب زي قصة اسماعيل عليه السلام وزمزم ومشك طلع النبع. ايوه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.